السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا جميعا في صحة وعافية، وربنا يحميكم ويحفظكم ويحفظنا جميعا من هذا الوباء، وربنا يتم هذا الأمر على خير ونطلع من هذه الغمة في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. إن شاء الله نكمل المحاضرات بتاعتنا. اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن تكملة الجزء الخاص بالثري فيز اندكشن موتور. النهارده هنتكلم عن آلة خاصة من الآلات الاندكشن موتور، وهي السنجل فيز أو المحركات الأحادية الواجهة من النوع الآلات الحثية، نفس المحركات الثري فيز اللي احنا اتكلمنا عليها، ولكن نوع الأنواع الخاصة منها اللي هي بتشتغل على سنجل فيز اللي هي بتناسب الأحمال اللي هي المنزلية في القالب. السنجل فيز اندكشن موتورز في التركيب بتاعه هو تيبيكال زي المحرك اللي هي الثري فيز بالظبط، يعني العضو الثابت بتاعه عبارة برضو عن سيليكون ستيل، وعبارة عن شرايح من الصلب السيليكوني، برضو فيها مجاري، والمجاري دي بحط فيها ملفات، ولكن الفرق ان الملفات اللي جت مع المحركات ثلاثية الأوجه كان نظام ثلاثي الأوجه 3 فيز، لكن المحركات السنجل فيز يبقى بتحتوي على سنجل فيز وايندنج، محركات عشان تشتغل على سبلاي أحادي الوجه. النوع الثري فيز احنا اتكلمنا عن انواع الروتر بتاعته، قلنا عندنا السكوير الكيجي منه، وعندنا النوع اللي هو الووند روتر. طبعا في الغالب المحركات السنجل فيز هيكون العضو الدوار بتاعها من النوع السكوير الكيجي فقط لا غير. طبعا ده بيدينه ميزه ان هو يبقى محرك ريجيد، ويبقى محرك الصيانه بتاعته المطلوبه قليله. طبعا مقارنة ما بين الآلات السنجل فيز والآلات الثري فيز، الآلات السنجل فيز للأسف بيكون لنفس القدرة، لو عندي محرك وليكن 1 كيلو وات ثري فيز ونفس المحرك 1 كيلو وات ولكن سنجل فيز، يبقى المحرك السنجل فيز بتاعنا أكبر في الحجم وفي الويت، الكفاءة بتاعته أقل، الباور فاكتور بتاعه أقل، البرفورمانس بتاعه برضه أقل، يعني دي تعتبر عيوب للسنجل فيز موتور. لكن بالمحرك ده بيبقى سيمبل في الكونستراكشن بتاعه، ريجيد روبست تشيب ارخص، ما محتاجش صيانه كبيره، طبعا السبلاي بتاعته موجود في اي مكان، بيناسب الاحمال اللي هي بتاعت الاحمال المنزليه. تعال نشوف لو احنا عندنا محرك بيحتوي او العضو السابق بتاعه بيحتوي على ملفات سواء حديد الوجه، محرك هفترض اللي هو ملف واحد بمعنى صح، او فيز 1 فيز واحد بس، وابدا اغذي، عايز اشوف شكل المجال اللي بينشا في الثغره الهوائيه هنا شكله عامل ازاي. طبعا في الحاله دي هفترض عندي ملف، ده الجزء اللي في الحاله الاولانيه الجزء الاولاني منه، وده الجزء الثاني اللي هو يمثل القطب الشمالي والقطب الجنوبي حسب طبيعه التيار. طبعا هفترض ان انا اغذي الملف ده بموجه ساينسويدال ويف احاديه الوجه اللي هو السبلاي اللي قدامنا ده. طبعا في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الجزء البوزيتيف بتاعنا هيبقى في الحاله دي وليكن هيطلع ده قطب شمالي، يبقى ده القطب الايه؟ القطب الجنوبي. يبقى في الحاله دي الطيار لما يمر في هذا الملف يمر من فوق ويخرج من تحت، فبالتالي يبقى ده اتجاه المجال، ده القطب الشمالي وده القطب الجنوبي خلال الموجه او نص الموجه البوزيتيف. خلال نص الموجه النيجاتيف على طول العمليه دي هتبدا تتعكس، يبقى اللي تحت هو لان اتجاه الطيار هيبدا يتعكس، يبقى عكس اتجاه عقارب الساعه، يبقى ده هو القطب الشمالي وده اصبح هو القطب الجنوب. يبقى خلال 1 سايكل من موجه الجهد بتاعنا، طبعا افترض ان انا هشتغل على تردد 50 هرتز اللي هي تبقى 20 مللي سكند، يبقى خلال 10 مللي سكند في الحاله دي اللي هي الجزء البوزيتيف من الموجه، يبقى البولاريتي هنا ده شمال وده جنوب. في الجزء النيجاتيف اللي تحت يعني بعد 10 مللي سكند تانيين هيتعب طول البولاريتي بتاعتك تتعكس، يبقى ده القطب الشمالي وده القطب الجنوب. فبالتالي الفيل بتاعك خلال موجه واحده بس بيتعكس، وبالتالي بيولد مجال نبضي اللي هو قاعد يبقى شويه شمال وشويه جنوب وما هو ثابت، وبناء عليه ده بنسميه بالسيتنج ماجنتيك فلاكس او بالسيتنج فيلد. وطبعا ده في الحاله دي بعوز هنا يولد عزم بوزيتيف وهنا عاوز يولد عزم نيجاتيف، يعني خلال نص الموجه الاولاني عايز يدور في اتجاه عقارب الساعه، وخلال نص الموجه الثاني عايز يدور في الاتجاه المعاكس، فبالتالي العزم المحصل هيبقى بزيرو والمحرك بتاعنا ما يتحركش. طيب لو انا عايز اجيب روتيتنج ماجنتيك فيلد اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، احنا كنا قلنا قبل كده ان ابسط حل انك على الاقل يبقى عندك تو فيز او تو سبلاي فولتج متعامدين على بعض فما اعلى، يعني لو عندك اثنين يبقوا متعامدين، لو عندك ثلاثه يبقى الزاويه ما بينهم 120 درجه. افترض ان انا لما كان عندي ملف واحد اللي هو الملف اللي باللون الازرق، واجيب كمان الملف اللي باللون الاحمر ده، وهمل او اغذي كل واحد منهم بموجه والتانيه تبقى متعامده عليه، يعني افترض اللون الجزء الملف اللي باللون الاحمر هغذيه بالموجه اللي باللون الاحمر دي اللي واخده شكل الساينسويدال ويف،
والملف الازرق هغذيه بالموجه الزرقاء اللي هي القوسين ويف بتاعتنا بينهم بين المساوي ايه 90 درجه. هبدا عند نقاط محدده اللي انا مترقمه من اول واحد لحد 8. عند النقاط دي اشوف شكل المجال داخل الصاره اللي هي الهوائيه عامل ازاي هنا. فافترض عند النقطه رقم واحد هيبقى الجهد بتاعك في الملف الاحمر بزيرو، يعني الملف الاحمر ده ما بيولدش مجال، ولكن في الازرق هيبقى القيمه ماكسيما بيولد مجال. يعني في الحاله دي هيبقى ده بيولد مجال، ده قطب شمالي وده قطب جنوبي وده ما بيولدش حاله، يبقى اتجاه المجال بتاعنا من فوق لايه؟ الى اسفل بالشكل ده كده. طيب عند النقطة رقم 2 الجهد بتاع الايه؟ الازرق ده بدأ يقل شوية والجزء بتاع الاحمر بدأ يزيد، الاثنين تقريبا متساويين. طبعا في الحالة دي يبقى البولاريتي بتاعتهم متساوية، يبقى الازرق هيولد الموجة دي، ده قطب شمالي وده قطب جنوبي، وده يولد قطب شمالي وده قطب جنوب، على اساس دي البداية بتاعت الملف بتاعنا، يبقى ده كمان بيولد لي هنا ايه؟ قطب شمالي وقطب جنوب بالشكل ده كده، ده شمالي جنوبي وده برضه شمالي جنوبي، فبالتالي هيبقى في هنا محصلة للمجال الشمالي وهنا محصلة للمجال الجنوبي اللي هتبقى في المنتصف بالشكل ده كده. يبقى في الأساس كان لما يكون ملف واحد بس متغذي يبقى ده اتجاه المجال بتاعنا، مجرد عند النقطة رقم 2 اللي حصل المجال بتاعك بقى في محصلة وجه في الاتجاه ده، فبدأ المجال لما كان جاي في الأول كده بدأ كأنه بيتحرك وبدأ يدور في عكس اتجاه عقارب الساعة. لو جينا عند البوزيشن رقم 3 يبقى الازرق بتاعنا هيبقى المجال اللي جاي عنه بصفر، يبقى المجال اللي جاي من هنا بزيرو، لكن المجال كله هيبقى جاي من الملف اللي باللون الاحمر ده، بدل المجال بتاعنا يبقى كان في البدايه هنا، بعد كده بقى في النص بدا يتحرك بهذا الشكل، بعد كده طبعا لو مشينا مع البوزيشنز دي هتلاقي بعد كده جت المحصله بتاعتنا في المنتصف، وبعد كده جت الايه؟ الاخر بالشكل ده كده. فده اللي احنا بنسميه روتيتنج ماجنتيك فيلد، اللي هو مجال مغناطيسي ايه؟ دوار، اللي هو قاعد حاليا بيدور في عكس اتجاه عقارب الساعه. بالشكل ده كده نقدر نمثله زي ما احنا مثلناه في ايه اول محاضره زي ما احنا فاكرين، اللي هو عفوا بنمثله بفيكتور ثابت القيمه، ولكن الاتجاه بتاعه او البوزيشن بتاعه في الفراغ متغير واقدر اتحكم فيه عن طريق ان انا اعكس الويفز دي مكان بعضها. طبعا احنا قلنا قبل كده ان اقل حاجه تو فيز، لكن لو عندنا نظام ثلاثي الاوجه يبقى برضو اقدر اجيب منه مجال مغناطيسي دوار. تعالى بقى نشوف الجزئيه دي اهميتها ايه بالنسبه للاله بتاعتنا السنجل فيز. الاله السنجل فيز زي ما احنا قلنا لو فيها ملف واحد فهي بتولد مجال بالسيتنج، لكن لو هي ثلاثيه الاوجه بتولد حاجه ما يسمى بالروتيتنج ماجنتيك فيلد. البالسيتنج ويفز بتاعنا لو جينا نحلله اللي هو بينشا من ملف واحد هو عباره عن دبل روتيتنج ماجنتيك فيلد، هو عباره عن اثنين ولكن الاثنين بيدوروا عكس بعض، فبالتالي المحصله بتاعتهم هتبقى بزيرو. يعني دي لو عندنا اله سنجل فيز، ده الملف بتاع الاليستيتور بتاعها سنجل فيز وده العضو الدوار من نوع سكوير كيج، اقدر امثلها كانها التين ثلاثيه الاوجه، يبقى دي الاله الاولانيه ودي الاله الثانيه، ولكن دي بتولد مجال عكس المجال اللي موجود هنا. طبعا احنا بنعكس المجال عن طريق ان انا بس ببدل تو فيزز مكان ايه؟ مكان بعضهم، يعني الفيزا الاولانيه نفسها الفيزا الاولانيه، لكن بدلت بس هنا ما بين الاله دي والاله الثانيه عدد الايه او الفيزز بتاع، بدلت فيزتين مكان بعض. على سبيل المثال لو دي بتولد مجال في عكس اتجاه عقارب الساعه يبقى دي بتولد مجال في اتجاه عقارب الساعه. تخيل كده ان احنا عندنا التين مرتبطين مع بعض، واحده الروتور بتاعها عاوز يدور في اتجاه عقارب الساعه والثانيه الروتور بتاعها عايز يدور في عكس اتجاه عقارب الساعه بنفس السرعه، فبالتالي المحصله بتاعتك في النهايه تبقى بزيرو. ده اللي بيحصل في الاله السنجل فيز بالظبط، يعني هي تعتبر ايكوفالنت لالتين ثلاثيه الاوجه مرتبطين مع بعض ولكن كل واحده بتولد اتجاه للحركه بتاعتها او اتجاه للمجال بتاعها عكس الثانيه، فبالتالي المحصله بتاعتك هتبقى بزيرو. يعني افترض ان الالتين بتوعنا بالشكل ده كده، دي الاولانيه ودي الثانيه، فلما اجيب محصله المجالين بتاعتنا عند اي لحظه زمنيه هتطلع شكل الايه؟ الساين ويف بتاعتنا دي. طبعا في الحاله دي يبقى الاله المجال اللي البالسيتنج فلكس اللي بينشا في الاله السنجل فيز هو عباره عن تو ماجنتيك فيلز روتيتنج ماجنتيك فيلز ولكن بيدوروا في عكس الاتجاه. طيب بالحاله دي طبعا لو جينا نحلل موجه الايه؟ العزوم اللي بتطلع، لو الاله الاولانيه على سبيل المثال هتولد لك عزم بوزيتيف زي اله اندكشن ماشين بالشكل ده كده مثلا، والثانيه هتولد عكس المجال بتاعك، فهتجد ان المحصله بتاعتنا دائما بزيرو عند الستارتنج. هي دي النقطه اللي تهمني، يعني الاله الاولانيه هتولد لك ده عزم بوزيتيف، هتولد الثاني عزم نيجاتيف بنفس القيمه، فبالتالي عند الستارتنج يبقى العزم بتاعنا بايه؟ بزيرو. لكن لو جيت تجمع المجالين عند اي نقطه زمنيه ثانيه هتجد ان في قيمه محصله للعزم، وبالتالي الاله بتاعتنا اللي هي السنجل فيز لو احنا بس ادينا لها بيت حركه، يعني يا دوب حركت اللي هي الاله، يعني ما خليتش الانزلاق بتاعها بواحد، اديت لها ولكن سرعه في الاتجاه عقارب الساعه، على طول هتكمل وتبدا تشتغل، او لو انت دورتها في الاتجاه المعاكس برضه هتشتغل.
يبقى الاله دي مشكلتها فقط، الالات السنجل فيز مشكلتها فقط عند الايه الستارتنج، لان محصله العزوم اللي بتنشا فيها نتيجه الروتيتنج ماجنتيك فيلد المعاكسه لبعضها تبقى قيمتها بايه؟ بزيرو. طبعا في الحاله دي بما ان بمثل الاله كانهم التين بيدوروا عكس بعض، يبقى اقدر اعرف نوعين من الانزلاق، الانزلاق الفورورد اللي هو عباره عن ان اس ناقص ان ار على ان اس، ده اللي احنا استخدمناه مع الالات الاندكشن ماشين اللي بتدور في اتجاه معين. لو تفترض الاله بتاعتك اللي هي الدبل حسب الدبل روتيتنج ماجنتيك فيلد اللي بتدور في الاتجاه المعاكس، يبقى سرعه الروتر هنا معكوسه، فبالتالي هتطلع لك 2 ناقص اس اف، اللي انا اقدر اسميها عزم الايه الفورورد وعزم الايه الباك فورورد بتاعك باكورد بتاعك. اوكي تعال نشوف الايكوفالنت سيركت للاله الاندكشن ماشين. طبعا لو رحنا للاله الثري فيز العاديه كانت دي الايكوفالنت سيركت، لو انتم فاكرين مثلنا دايره العضو الثابت ودايره العضو الدوار بعد ما قسمت قيمه الريزيستا او قيمه الاله بتاعت الدائره المكافئه على اس ونسبتها للعضو الايه للعضو الثابت، وبعد كده فكيت قيمه الريزيستنس دي الى جزئيتين، جزء بيمثل المفاقيد النحاسيه في العضو الدوار وجزء بيمثل الاو او الميكانيكال او الباور اللي بتخرج من الاله، واتكلمنا عن الباور فلو داخل الاله، قلنا لو عندنا انبوت باور داخله لهذه الايه الدايره بتاعتنا او المحرك بتاعنا، يبقى في جزء بيضيع على شكل مفاقيد نحاسيه في العضو الثابت، وجزء اللي هو بيعبر عن الكور لوسز، ويبقى الباقي هو الباور اللي بتنتقل من العضو الثابت الى العضو الدوار عن طريق السياره الهوائيه الاير جاب باور، وضوع منها الكبر لوس لدايره العضو الدوار، وضوع بعد كده منها يبقى دي الميكانيكال باور اللي بتطلع، بعد كده يضيع جزء نتيجه الفريكشن والويندج لوسز، ويبقى ده الجروس اوت باور النهائيه اللي هتخرج من الاله. الفرق ما بين الاله السنجل فيز والثري فيز اللي هي تعتبر التين ثري فيز جوه بعض، فيبقى عندنا دايرتين ايكوفالنت سيركت للاله بتاعتنا، جزء بيعتبر على ايه الجزء الفورورد وجزء بيعتمد على الجزء الايه الباكورد بتاع الاله بتاعتنا. طبعا معناه ان في جزء في الاله دي هيعتمد البارامتر بتاعته بتعتمد على الانزلاق البوزيتيف، والجزء الثاني بيعتمد على الانزلاق النيجاتيف، كل حاجه طبعا تبقى مقسومه بالنص بالظبط كانهم التين. يبقى عندي بس الاختلاف اللي هيبقى عندي تو ريزيستنس للروتور، واحده بتعتمد على الانزلاق البوزيتيف وواحده بتعتمد على الانزلاق النيجاتيف اللي هي بتمثل الميكانيكال او الباور. يبقى عندي كانهم التين مرتبطين ان سيريز مع بعض بنص البارامتر لكل واحد، يبقى كان دبل ايكوفالنس. طبعا احنا بنستخدم الدايره دي عشان نحلل الاله، لكن احنا غير ملتزمين بالمسائل المطلوبه في الجزء ده، احنا فقط الجزء ده هيبقى معتمد على الجزء النظري فقط لا غير، يعني مش هنركز على المسائل بتاعته. تعالى كده سريعا نبص على مسار القدره سواء للالات السنجل فيز او للثلاثيه الاوجه عند نقاط تشغيل محدده. افترض عاوزين نشوف الباور اللي الاله بتاخدها لحظه الستاند ستيل، دي راحت فين داخل الاله؟ افترض ان انا الاله شغلتها وصلتها سوري وصلتها بالمنبع ولسه ما ضرتش، يعني لحظه ايه ما شغلها كده الباور اللي اتسحبت راحت فين؟ طبعا في الحاله دي سرعه الاله هتبقى بزيرو، معناه الانزلاق بتاعنا هيبقى بواحد، الباور طبعا الكبر لوس عباره عن اس من الاير جاب، الاس بواحد، يبقى كل الباور كبر لوس هتبقى عباره اللي موجوده في الروتر هي قيمه الاير جاب باور، معناه ان كل الباور اللي هتنتقل من العضو الثابت للعضو الدوار هتروح كلها على شكل مفاقيد نحاسيه في العضو الدوار. طبعا الميكانيكال باور واحد ناقص اس، الاس بواحد، يبقى الميكانيكال باور بزيرو، ما فيش اوتبوت باور خالص من الاله، يبقى كل الانبوت باور جزء منها يروح على مفاقيد في العضو الثابت، الباقي هو الاير جاب باور، كل الاير جاب باور هتروح على شكل مفاقيد نحاسيه في العضو الدوار، وتبقى الميكانيكال اوتبوت باور بزيرو. طب عند النورمال اوبريشن يبقى الانزلاق بتاعك قريب جدا من الصفر، يعني ما بين الصفر وواحد، يبقى التشغيل العادي بتاعنا اللي شرحناه في السلايد اللي فات، يبقى في بي انبوت جزء منها هيروح مفاقيد نحاسيه ويكون لوسس في العضو الثابت، الباقي هو الاير جاب باور، جزء منها يبقى مفاقيد نحاسيه في العضو الدوار، الباقي هو الميكانيكال باور، جزء منه يروح على هيئه فريكشن ويندج لوسس، والباقي هو الاوتبوت باور اللي بتنتقل الى الحمل الميكانيكي. طب عند السنكرونس سبيد هفترض ان سرعه الاله وصلت للسنكرونس سبيد، وصار الباور عامل ازاي؟ في الحاله دي يبقى الانزلاق بالظبط قيمته بزيرو، في الحاله دي يبقى الكبر لوس قيمتها بزيرو، يبقى كل الباور اللي انتقلت راحت كاير جاب باور، طبعا بس عند الانزلاق بزيرو، التورك ايضا بزيرو، في الحاله دي معناه ان كل الميكانيكال باور اللي هتطلع من عندك دي هتروح على شكل فريكشن ايه؟ فريكشن ويندج لوسز، في الحاله دي يبقى الاوتبوت باور بتاعتك بزيرو، يبقى كل الباور بعد ما انتقلت من العضو الثابت للعضو الدوار اللي هي الاير جاب باور، ده اللي يهمني الاير جاب باور راحت فين؟ ما نشأتش عزم عن طريق كلها، ما راحش مفاقيد نحاسيه ان التيار هيبقى بزيرو، راحت على ميكانيكال باور، ولكن هتضوع كلها على شكل فريكشن ويندج لوسز، ويبقى الاوتبوت باور بتاعتك بزيرو.
بالتالي الآلة سرعتها تبدأ تقل عن سرعة التزامن. طيب لو سرعة الآلة زادت عن سرعة التزامن، الآلة بتقلب على طول كما لو كانت جينريتور، مسار الباور بيبدأ يتعكس. طبعا في الحالة دي يبقى الانزلاق ما بين الزيرو وسالب واحد، بس السرعة بتاعتك أكبر من السرعة العادية. طبعا البار بتاعتك كلها بتتعكس، معناه إن مفاقيد بتاع أو البار بمسار القدرة بيبدأ يتعكس، والآلة بتشتغل كما لو كانت جينيريت. الحالة دي واخدة ميك عشان سرعتها تزيد عن السرعة المقننة. في الحالة دي اديت لها أنا ميكانيكال باور خارجية، وبيضيع منها جزء فريكشن اللي هو الميكانيكال باور الداخليه للاله، جزء يروح على شكل مفاقيد نحاسيه في العضو الدوار، الباقي الاير جاب باور تنتقل للعضو الثابت، جزء منها يروح على شكل مفاقيد عضو ثابت سواء مفاقيد نحاسيه او كور لوسز، والباقي يبقى اوتبوت الكتريكال باور في اللحظه دي. يبقى الحاله دي هي نفسها الحاله دي، لكن ده حاله موتور، لكن ده حاله جنريتور. ده مسار القدره داخل الاله عند نقاط تشغيل مختلفه. طبعا نرجع للاله السنجل فيز مره ثانيه. احنا قلنا الاله السنجل فيز بطبيعتها محتاجه بس وسيله بدء حركه، نتيجه اللي عند الستارتنج التورك بتاعها بزيرو، لكن لو ادت لها حركه في اتجاه عقارب الساعه هيبقى في قيمه للعزم وهتكمل، ولو ادت لها اتجاه حركه في عكس اتجاه عقارب الساعه هيبقى في برضه عزم وتشتغل. طبعا في الحاله دي يبقى الاله دي محتاجه بس وسيله بدء حركه عشان تبدا عمليه الستارتنج بتاعتها. طب اجيبها ازاي؟ في كذا نوع. النوع الاولاني يبقى عندنا تو فيز اندكشن ماشين، او ان انا اعمل سبليت فيز سنجل فيز اندكشن موتور، او عندي ريزيستنس ستارت سنجل فيز موتور، او كاباستور ستارت او بيرمنت ماجنت كاباس او سوري بيرمنت كاباستور سنجل فيز موتور، او كاباستور ستارت وكاباستور ران، يبقى في نوعين من الكاباستورز، او الشادد بول موتور. دي معظم الانواع اللي هتلاقيها موجوده للمحركات السنجل فيز. تعالى سريعا نتكلم على كل محرك منهم وتشوف ايه خواصه. تعالى ان التو فيز يبقى عندي محرك هيبقى فيه نوعين من الملفات، وكل نوع من المحركات دي او كل نوع من الملف ده، يبقى العضو الثابت بيحمل ملف رئيسي وملف كمان مساعد له، وهغذي الاولاني بمصدر متعامد عن الثاني، فبالتالي هولد لي مجال متعامد على الايه على الاخر، او طيارين متعامدين على بعض، فبالتالي بالفعل وليد روتيتنج ماجنتيك فيلد، والاله تبدا تشتغل. طبعا التورك عموما في الالات الكهربائيه عباره عن الفرق ما بين الطيارين اللي بينشئهم، سواء طيار المين او طيار الاكزولر على سبيل المثال، في ساين الزاويه ما بينهم. فبالتالي في الحاله دي انا عامل ممرر في الملفات بتاعتنا طيارات متعامده على بعضها، يعني الساين الزاويه دي ب 90 درجه، يعني الساين 90 هتبقى بواحد، فيديك الماكسيمم تورك في الحاله دي. طبعا للاسف ما عنديش في الصناعه او في مصر عندنا حاجه اسمها تو فيز، ما عنديش انا التو فيز دول، ما اقدرش اجيب مصدرين، ما عادش عندي محرك وله طرفين كل واحد منهم هيتغذى من مصدر مختلف، ما عنديش انا الحاجه دي، فبالتالي هذا النوع من المحركات غير متواجد. طب انا عايز محرك جاست يبقى له طرفين اوصلهم بالصبلاي على طول يبدا يشتغل، اللي هي المحركات اللي احنا عارفينها. ازاي بتتم العمليه دي؟ اول نوع عندنا اللي هو بنسميه السبليت فيز، ونعرف ليه اسمه سبليت فيز. اللي انا عندي بيبقى العضو الثابت بيحتوي على نوعين او جزئيتين من الملفات، ملفات رئيسيه ودي بتشغل في الغالب ثلثين المجاري بتاعت المحرك، في ملفات رئيسيه بتحتل ثلثين المجال، وفي ملفات اكزولري او ملفات مساعده بنسميها ملفات التقويم، الملفات الرئيسيه في الغالب بنسميها ملفات التشغيل لان بتبقى شغاله على طول، الملفات الاولانيه بنسميها ملفات تقويم اللي هي بس بتشغل المحرك وبعد كده بتخرج من الدائره. المحرك الملفات دي بتتصل ببعضها عن طريق محاو او مفتاح بيسمى مفتاح الطرد المركزي، هنشوف فكره عنه دلوقتي. الخواص بتاعت الملفات دي، طبعا زي ما احنا قلنا المحرك بتاعنا انا عايز فيه طيارين بينهم زاويه، فبالتالي اقدر اغير في زاويه الطيارات ده كقيم كماجنتيود وزاويه عن طريق ان انا استخدم ملفات الامبيدنس بتاعتها تكون ايه، تكون مختلف. فبالتالي حسب الملفات بتاعتنا دي، ملفات المين بيكون عدد الملفات بتاعتها كتير ومساحه المقطع بتاعتها كبيره عشان تبقى الريزيستنس بتاعتها صغير، والملفات الاكزولاري العكس بيكون عدد الملفات بتاعتها اقل ومساحه المقطع بتاعتها قليله، معناه ان الريزيستنس بتاعتها كبير، فبالتالي هيبقى عندي الطيارين دول مختلفين في قيمه التيار بتاعهم كماجنتيود وقيمه الزاويه. فافترض لو افترض ان الجهد الريفرنس بتاعنا جهد السبلاي ده الفيكتور الاساسي بتاعنا، الزاويه المحرك ده الريزيستنس بتاعته كبيره جدا، يعني الملفات الاكزولاري الريزيستنس بتاعته كبيره، فبالتالي الزاويه بتاعته تقترب من الزيرو، فبالتالي يبقى ده التيار عامل زاويه قريبه جدا من الصفر من السبلاي بتاعنا مع الجهد،
الملفات المين بيكون الريزيستنس بتاعتها صغيره جدا، فبالتالي الاندكتنس بتاعتها هي كبيره، فبالتالي الزاويه بتاعتها تقترب من ال 90 درجه، فبالتالي التيار بتاعنا اللي هو التيار اللي ماشي في ملفات المين عامل زاويه كبيره ما بين الجهد بتاعنا. طبعا في الحاله دي بقى انا نجحت ان انا اجيب تيارين بينهم زاويه مختلفه، دي الزاويه بين التيارين اللي هي الزاويه سيتا بتاعتنا. في الحاله دي يبقى انا هقدر انشئ عزم في الاله بتاعتنا. طبعا مفتاح الطرد المركزي بيكون عباره عن جزئين، جزء بيبقى متركب على الغطاء الجانبي للمحرك وجزء على عمود الدوران. في الغالب بيبقى يحتوي على ياي، بيبقى فيه موجود فيه يايات. في الامر الطبيعي لو السرعه بتاعتك او المحرك لسه واقف، بيبقى الجزء اللي موجود على العضو الدوار ده ضاغط على الجزء اللي موجود على العضو الثابت فقافل السويتش. ففي الحاله دي بقى ايه، الدايره بتاعت دايره الاكزوريلي مكتمله داخله في الدايره بتاعتنا. مجرد ما المحرك بتاعنا يبدأ يشتغل حسب قوة الطرد المركزي، بتبدأ الجزء الموجود على العضو الدوار نتيجة فعل الياي اللي موجودة معاه ترجع لورا، وبالتالي يقوم فاتح السويتش ده، غالبا بيكون عند سرعة 75 ل 80% من السرعة المقننة، فيفتح السويتش، فبالتالي التيار اللي بيمر في ملفات الاكزوري يتحول إلى زيرو وتخرج ملفات الاكزوري من الدايرة. طبعا بطلعها من الدايرة لأن المقاومة بتاعتها كبيرة، فبالتالي اللوسز فيها هتبقى عالية، فكان أهميتها فقط إن هي تشغل المحرك، تعمل ستارتنج، بعد كده ملهاش ايه، ملهاش لازمه. طب التي ان كيرف اللي الاله يبقى عامل ازاي في الحاله دي؟ لو المحرك فيه ملفات المين بس، لو هو سنجل فيز موتور، يبقى عند الستارتنج التورك بتاعه بزيرو، ويبقى لو انت دورته بايدك هياخد شكل الكيرف ده. طب لو ملفات التقويم دي موجوده يبقى اللي هتقوم بعمليه الايه، البدء. فطبعا في الحاله دي يبقى في زاويه بين الطيارين، فبيبقى ستارتنج تورك، يبقى التورك بتاعك هيبقى له قيمه، ويبدا التورك بتاعك يبدا يزداد تدريجيا. بس عند 75% ايه اللي هيحصل؟ الملفات الاكزولاري هتخرج من الدايره، وبالتالي المحرك بتاعك يرجع كما لو كان فيه ملفات واحده بس، يبقى العزم بتاعه يسقط على الجزء الايه؟ القديم مره ثانيه. بقى هيبدأ ليه ستارتنج تورك نتيجه وجود الاكزولاري وايندنج، وعند 75% يتحول الى سنجل وايندنج موتور، يبقى محرك فيه ملف واحد بس، فيقوم التورك او المنحنى العزم بتاعه ينزل على الجزء القديم. في الحاله دي بقى انا نجحت ان انا اعمل ستارتنج تورك للمحرك. طبعا ده بيناسب المحركات اللي بتحتاج ستارتنج تورك قليل او الانيرشيا لود اللي بتبقى قيمه الانيرشيا بتاعتها قليل. طبعا انا عايز احسن شويه من اداء المحرك بتاعنا ده، الستارتنج تورك ده قليل جدا، عايز اعليه شويه، ففيش قدامك حل غير انك تزود الزاويه ما بين الطيارين دول. طب عشان تزود الزاويه بين الطيارين دول ممكن تستخدم اكتر من طريقه. اول حاجه ممكن احط الريزيستنس بالتوالي مع دايره الاكزولاري دي، بحيث اخلي الامبيدنس بتاعت الايه؟ اللوب اللي فيه الملفات الاكزولاري مور ريزيستنس، فبالتالي الزاويه بتاعته تقترب جدا من الزيرو، والزاويه بين الطيارين يحصل لها ايه؟ تبدا تزداد. فبالتالي بما ان التورك بيتناسب مع ساين الزاويه دي، يبقى قيمه العزم بتاعك هيبدا يزداد. يبقى في الحاله دي يبقى انا هكبر الستارتنج تورك، ده اطلع الكيرف اللي فوق ده كده، لكن عند 75% كل ده هيخرج من الدايره ويرجع ليه كما لو كان محرك معاه ملفات الايه، المين فقط لا غير، فيقوم ينزل على الجزء الخاص بملفات المايندنج اللي هي المين فقط لا غير. طبعا في الحاله دي بقى انت جبت ايه، تورك اعلى شويه، فبالتالي ممكن تستخدمه مع محركات ما زال العزوم بتاعتها لحد ما قليله، لكن مقارنه بالسبليت فيز هو يعتبر افضل. طبعا ما زال الستارتنج تورك قليل، عايز احسنه شويه، ففيش قدامك حل برضه غير انك تزود الزاويه دي. ازودها ازاي؟ ممكن احط مكثف مكان الايه، الريزيستنس دي. طبعا المكثف بيعمل التيار يخليه ليد عن الجهد، فبالتالي في الحاله دي هيبقى التيار بتاعك اللي بيمر في دايره الاكزولاري سابق الايه؟ سابق الجهد، فبالتالي الزاويه بتاعتك هتبقى كبيره وتقترب من ال 90 درجه. في الحاله دي كبرت الستارتنج تورك جدا، في الحاله دي يبقى الستارتنج تورك زاد، لكن عند 75% اللي مفتاح الطرد المركزي هيفتح الدايره، يبقى المكثف و الملفات الاكزولر دي هتخرج من الدايره، لذلك بسميه كاباستور ستارت سنجل فيز اندكشن موتور، يبقى في مكثف لحظه البدء فقط لا غير، وبعد كده هيخرج من الايه، من الدايره. انا زودت الستارتنج تورك، لكن عند 75% هرجع مره ثانيه للكيرف اللي هي العادي كما لو كان محرك بسنجل وايندنج فقط لا غير. طبعا ده في الحاله دي بقى انت ايه، بيناسب المحركات اللي بتحتاج ايه، هاي ستارتنج تورك، والانيرشيا بتاعتها بتكون عاليه في الحالات دي. طبعا في الحاله دي، طب مع الستارتنج تورك بين المكثف بيحسنه، طب ليه ما سيبوش في الدايره وخلاص؟ ما انا هسيب المحايل المكثف ده شغال وما طلعش الايه، ما طلعوش من الدايره، فهستخدم بيرمانت كاباستور سنجل فيز اندكشن موتور، يبقى محرك بمكثف دائم في الحاله دي. طبعا نتيجه المكثف يفضل شغال في الدايره، فبضطر ان انا اصغر قيمه الايه،
الكاباستنس بتاعته شويه، ففي الحاله دي الستارتنج تورك بتاعه هيقل شويه عن الكاباستور ستارت. في الحاله دي يبقى انا قللت الستارتنج تورك بتاع الايه، بتاع المحرك بتاعي. طبعا الهدف من ان انا اسيب البيرمننت ماجنت ليس عمليه الستارتنج، ولكن انا احسن عمليه البدء وعمليه التشغيل نفسها، لان في جميع المحركات اللي فاتت كان بينزل على الكيرف الرئيسي بتاعنا اللي هو كما لو كان سنجل وايندنج، لكن لو انت سبت المكثف في الدايره هيبدا ياخد لك يحسن لك من خواص التشغيل بتاعه المحرك في حاله اللي انت ايه ما تطلعش المكثف، لكن هيقابلك مشكله ما انت حسنت في الحاله دي خواص التشغيل، لكن هيقلل لك الستارتنج تورك. طبعا نتيجه اللي انت بتسيب المكثف ده شغال في الدايره في طول الفتره، فطبعا هيبقى السعر بتاعه اعلى، لكن الخواص بتاعت التشغيل بتاعت المحرك هتبقى افضل. الجزئيه الثالثه، طب في الحاله دي لو انا عاوز ارجع احسن عمليه التشغيل دي مره ثانيه، طب بكل بساطه يبقى انا هضيف كمان هنا مكثف ومفتاح طرد مركزي، بحط تو كاباستور موتور يبقى سنجل او كاباستور ستارت كاباستور ران موتور، يبقى في مكثف هدخله لحظه البدء والمكثف الثاني يظل شغال فتره التشغيل كلها. في الحاله دي يبقى انت هتحسن من الخواص، طبعا المكثفات على التوازي قيمتها بتزداد، فيبقى يديك عزم ستارتنج كبير جدا، لكن عند 75% المكثف الستارت ده هيخرج من الدايه، يبقى المحرك هيشتغل كما لو كان بيرمننت كاباستور موتور، يبقى ينزل على الكيرف الايه اللي باللون الاخضر ده. يبقى انا في الحاله دي نجحت ان انا احسن خواص التشغيل البدء وحوالي خواص التشغيل الايه العاديه للمحرك. طبعا الكاباستور بتاع الستارت كقيمه بيبقى اكبر بكتير من المكثف اللي بيستخدم في عمليه الرننج اللي هو شغال دائما في الدائره. طبعا في الحاله دي المحرك ده بيبقى خواصه افضل بكتير من اي محرك تاني، ولكن سعره هيبقى اعلى. لو انا عايز اعكس الاتجاه الحركه في المحركات السنجل فيز، طبعا لو انت عكست الايه البولاريتي بتاعت السبلاي ما عملتش حاجه لانه اوريدي سنجل فيز، فالحل انك بتعكس ايه الهدف اللي الجزء اللي هو بيعمل لك عمليه الستارتنج بتاع المحرك، اللي هو بيدفع المحرك ليدور في اتجاه معين. طبعا ده اللي هو عن طريق دايره الايه الاكزولاري، ملفات الاكزولاري. لو انت عكست بس ملفات الاكزولاري لوحدها على طول بتعكس اتجاه الحركه للمحرك بتاعك. النوع الاخير من المحركات دي هو الشادد بول، ده بيستخدم في الابلكيشن البسيطه جدا زي بعض لو انتم عارفين المراوح اللي هي مروحه المكتب بيبقى فيها موزع الهواء، ده بيستخدم معاها محرك صغير شادد بول صغير كده، وبعض لعب الاطفال وبعض المراوح الصغيره. ده فكره عمله عامله ازاي، بكل بساطه هو محرك سنجل وايندنج، هو ملف واحد بس، ولكن بيكون العضو الساب بتاعه عباره عن اقطاب بارزه. طبعا زي ما احنا قلنا عاوزين طيارين وبينهم زاويه، فهجيب لو الملف ده مر فيه طيار يبقى انا جبت الطيار رقم واحد، الطيار رقم اتنين بجيبه عن طريق ان انا احط ملف تاني صغير في مشأبيه موجوده على العضو الدوار، بفتح سلوت في العضو الايسر العضو الثابت واركب فيها حلقه من النحاس او ملف من النحاس، ده بعض الاشكال بتاعته، تجد ان دي الحلقه اللي راكبه هنا فوق والحلقه اللي راكبه تحت، ودي الملفات الرئيسيه بتاعته، او دي نوع تاني منه اللي يبقى عباره عن الملفات موجوده على زي بلندر كده، وبرده نفس الفكره اللي هو النوع التاني ده. ده دي الملفات كلها ودي المشأبيه بتاعتك، حاطط عليها جزء من النحاس وهنا جزء من النحاس. فكره عمله بكل بساطه عامله ازاي؟ الملف الرئيسي بتاعنا همرر فيه طيار يولد لي فيض معين وليكن قطب شمالي. طبعا المجال ده هيلاقي قدامه طريقين، جزء هيروح يمشي في الجزء الصغير من العضو الايه من القطب بتاع العضو الثابت، والجزء الاكبر هيمر في الجزء الثاني. الجزء الصغير ده هيبدا يقطع هذا الملف، واحنا قلنا قبل كده فيض بيقطع مواصل يبقى هيولد لي فيه فرق جهد. طبعا هو عباره عن ملف دايرته مغلقه على نفسها، اذا هيبدا يمر فيه طيار وطيار هيولد فيض، يبقى انت عندك الفيض الرئيسي والفيض اللي جه نتيجه ان الفيض الرئيسي قطع الملف الثاني ده، يبقى عندك فيضين بينهم زاويه، فبالتالي هينشا حزم الفيض الرئيسي والفيض الانديوز بينهم ريزلتنت في فلكس. طبعا الفلكس بتاعك ما بيبقاش روتيتنج ماجنتيك فيلد بالشكل ده، لكن بيبقى شكل واخد شكل ايه اليبتك زي الشكل اللي مرسوم قدامنا، واخد شكل بيضاوي شويه جدا، لذلك اداء المحرك ده ما ينفعش الا في الاحمال الايه الصغيره جدا. ده يمثل في النهاية طبعا لو جيت ارسمه مع الأجزاء التانية يبقى الشادد بول هو أقل نوع من المحركات بيدي إيه؟ بيدي عزوم، يعني الستارتنج تورك بتاعه قليل جدا. طبعا ده الكيرف اللي بيجمع كل الإيه؟ كل هذه المحركات كخواص. طبعا يهمني في كل محرك من ده أعرف الخواص بتاعته إيه وعلاقة التيارات ببعضها عاملة إزاي، مين سابق مين، وبالتالي أقدر أحدد خواص هذا المحرك. هنكتفي بهذا القدر، وفي الغالب هتكون دي آخر محاضرة، ونشوفكم على خير ان شاء الله. وفي اي استفسار يا ريت نتواصل مع بعض، ان شاء الله هحاول ارفع لكم امتحان السنه اللي فاتت بالاجابه بتاعته، يا ريت الناس تبص عليه كويس، وان شاء الله يكون لو في امتحان يعني نبدا نكرر منه جزء كبير،
ويعني أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.